نظمت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا الأمريكية وديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للضمير. شارك فيها شخصيات دولية رفيعة المستوى من بينها أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وستيفانيا جيانيني المديرة العامة المساعدة لمنظمة اليونسكو، وميغيل أنخيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، ومعالي الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، إلى جانب عدد من المسؤولين الدوليين وسفراء السلام المعتمدين من قبل الأمم المتحدة. وتناولت الندوة دلالات وأهمية مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الخاصة باليوم الدولي للضمير، ورسالة سموه إلى العالم بهذه المناسبة، وما تضمنته من دعوات ورؤى من شأنها أن تسهم في تعزيز دور الضمير كقيمة إنسانية تحفظ كرامة البشر وتدعم جهود المجتمع الدولي ومساعيه في تحقيق السلام والأمن والاستقرار العالمي. وشارك في الندوة نخبة من السياسيين والمفكرين والباحثين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنمية المستدامة، وتطرقوا إلى الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في إطار ما توليه من اهتمام بقضايا الأمن والتنمية المستدامة. وتحدث في الندوة كل من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمديرة العامة المساعدة لمنظمة اليونسكو والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، بالإضافة إلى ماريا فرناندا أسبينوزا الرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وألاء مرابط المفوضة السامية بالأمم المتحدة للعمالة الصحية والنمو الاقتصادي، ومايكل دوغلاس الممثل والمنتج الأمريكي وسفير الأمم المتحدة للسلام، والدكتورة جين جودل سفيرة الأمم المتحدة للسلام، بالإضافة إلى كلمات لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دوفلبان وأدنى تيباجوكا عضو البرلمان في تنزانيا والمديرة التنفيذية السابقة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وأدار الندوة البروفيسور جيفري ساكس مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا الأمريكية، والذي يصنف من أبرز خبراء العالم في التنمية الاقتصادية، وله العديد من المؤلفات التي تدرس في أرقى الجامعات الأمريكية في قضايا التنمية المستدامة. According to the resolution that created the International Day of Conscience, and I quote, "The International Day of Conscience constitutes a means of regularly mobilizing the efforts of the international community to promote peace, tolerance, inclusion, understanding, and solidarity in order to build a sustainable world of peace, solidarity, and harmony. Let me thank the Kingdom of Bahrain for its championing of peace and understanding and for being such a vital custodian of this important day. The Kingdom of Bahrain has brought us together virtually. They were going to bring us together at UN headquarters. We are most grateful to the Kingdom." Thank you, the organizers, for bringing us together to commemorate the first ever International Day of Conscience. And I think this is very, very timely. I would like to also acknowledge the leadership of Bahrain, Prime Minister, the United Nations, the Sustainable Development Solutions Network, and its director, Jeffrey Sachs. Before I start, His Royal Highness asked me first to convey personally his special thanks and gratitude to many people who have helped turn this idea into reality. I'm honored to read His Royal Highness' message. On this International Day of Conscience, we should inspire to recognize the importance of value of world conscience to combat the threats to the world future and the achievement of our joint objective for a world of peace and harmony. I would like to thank His Highness Prince Khalifa, the Prime Minister of Bahrain, for his vision and leadership in initiating this day. The COVID-19 pandemic
is reminding us that although we have different languages, traditions, and beliefs, we're one human race. We share the same DNA, but we also share the same hope for a life of peace, harmony, and health. I really commend the Kingdom of Bahrain for the initiatives of this resolution, which is quite close to the heart of UNESCO mandate, building peace in minds of women and men through education, culture, and science, and strengthen more than ever today intellectual and moral solidarity. This year, through the collective wisdom of the world's nations, the UN General Assembly, guided by the leadership of Bahrain, thank you, adopted Resolution 73329, promoting the culture of peace with love and conscience. And of course, we have to commend the leadership of the King of Bahrain, King Hamad, and of course, also, you know, His Highness Prince Khalifa bin Salman, and the government of Bahrain for this resolution. On this day of conscience, thanks to the initiative of the Kingdom of Bahrain, let's we all remember the importance of peace for the world community in such times of growing fear, rising tensions, and nationalism. At the founding conference of the United Nations, and therefore in the Charter of the United Nations, the whole question of conscience was brought to the table. Because as human beings, we must run our life on principles, on values. And conscience is a gift from God. Everybody has a conscience. I would like to congratulate the sponsors of this event, the Kingdom of Bahrain, His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, and all the participants, the people who have been working on this project.